أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. اهلا بكم كل اللي بيتابعونا بيتابعوا تلفزيون يوم السابع في كل مكان في هذا البث المباشر واللقاء الخاص مع الطفل احمد تامر طفل المكرم النهارده في حفل ليله القدر اللي كرمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. واحمد طبعا معروف شفناه كلنا في احتفالات كتيره كان حاضر فيها السيد الرئيس ورا قدام السيد الرئيس اكتر من مره. احمد طفل موهبه كبيره جدا، حفظ القران في سن الخامسه، كمان حفظ احكام التجويد. هيكلمنا عن نفسه اكتر في هذا البث المباشر. اهلا بك يا احمد معانا. اهلا بحضرتك. بدايه قول لنا، كلمنا عن بدايه حفظك للقران. انا بدات من 3 سنوات، واللي كان بحفزني بابا وماما، والحمد لله خلصت وانا عندي 5 سنوات ونصف. بعد كده رحت خدت الاحكام عند عم الشيخ محمد علي سليمان، والحمد لله خدت الجائزه في قراءه حفص عن عاصم. انت منين يا احمد؟ قرية شنبرة، مركز أبو حماد، محافظة الشرقية. أنت كنت بتتعلم على يد والدك ولا على يد شيخ؟ لا، في لما كنت بتعلم القرآن على يد بابا وماما، إنما في الأحكام، أحكام التجويد، عم الشيخ محمد علي سليمان. والدك شغال في وزارة الأوقاف؟ بابا إمام الخطيب في وزارة الأوقاف. وعندك إخوان تانيين؟ عندي جنى أختي في سنة 6 ابتدائي، هي حافظة القرآن، ومحمد ومحمود لسه صغار. بسم الله ما شاء الله. جينا اختك حافظه القران برضه. احمد انت النهارده الرئيس كرمك. شعورك ايه؟ كنت مبسوط وفرحان ان سياده الرئيس كان بيسلم عليا. كنت مبسوط وفرحان ان سياده الرئيس كان بيسلم عليا، وهو كان كلمني في برنامج يحدث في مصر، وكان دعاني الاول افتتاح انني اقرا امامه، والحمد لله قرات امام سيادته. فهو انا كنت النهارده مبسوط وفرحان. هو كان عارفني بيقول لي ازيك يا احمد عامل ايه، وانا كنت بقول له يعني انا كنت مبسوط وفرحان يا سياده الرئيس ان حضرتك كنت بتقول لي الحفظ جميل ومهم، ولكن الفهم كمان جميل ومهم. قال لي ايوه طبعا الفهم جميل ومهم، واني هو قال لي الفهم جميل ومهم، فهم القران. فهم القرآن، وعشان أنا دلوقتي حفظت متن خلاصة النظر في مقاصد السور، خلصته الحمد لله، ودلوقتي بذاكر في معاني القرآن الكريم. قريت قدام الرئيس قبل كده في قادرون باختلاف. قادرون باختلاف. كانت من كام شهر تقريبا؟ كانت في شهر 12. أنت في سنة كام دلوقتي؟ ثالثة ابتدائي، بسم الله ما شاء الله. أحمد أنت قلت لنا إن أنت يعني حابب في اللقاء ده تقرا تاني القرآن. إن شاء الله. نسمع منك حاجة تانية. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين،
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. ربنا يفتح عليك يا احمد. الله يخليك. قول لي انت حفظت القران بشكل كامل، انت كنت بتحفظ كام جزء في اليوم بقى؟ انا اول ما بدات كان حفظ صعب عليا شويه، كنت باخد يعني 3 سطور او 4 سطور، ويعني لو الايه ديت مش كنت عارفه اقراها حلو يعني 3 سنين ممكن مش عارف اقرا، لا يعني ممكن مش عارف يعني اقرا حلو. ف انا اصلا مش كنت بعرف اقرا ولا اكتب لما كنت بدات في القران، الا لما خلصت لعن سوره البقره وآل عمران. سوره البقره وآل عمران خلصتهم في شهر عشان كنت بعرف اقرا واكتب. بتعرف تقرا وتكتب؟ اه. بس يعني انت قلت لي حفظته وانت عندك 5 سنين. اه. يعني ابتديت وانت عندك 3 مثلا. اه. كنت وقتها بتعرف تقرا وتكتب؟ لا. انا مش عرفت اقرا واكتب الا لما وصلت سوره. اه كان الحفظ كله سماعي. طيب وبعد كده يا احمد بالنسبه لي التعليم الثانيه الخاصه بالقران بدات فيها من امتى؟ التجويد وغيره. التجويد كان عم الشيخ محمد علي سليمان هو اللي كان بيعلمني الاحكام التجويد، والحمد لله خدت الاجازه في قراءه حفص عن عاصم. كلمني بقى عن الجوائز. أنا دخلت مسابقة الشباب والرياضة الأول والحمد لله خدت فيها المركز الأول، ودخلت مسابقة شيخ الأزهر والحمد لله خدت المركز الأول على مستوى الجمهورية، والمسابقة العالمية 28 لحفظ القرآن الكريم دخلتها والحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى خدت المركز الثاني في فرع الناشئة. بسم الله ما شاء الله ربنا يزيدك. طموحك إيه بقى؟ أنا نفسي أكون طبيب وقارئ للقرآن الكريم. عندنا في مصر هنا الشيخ احمد نعينة هو طبيب وقارئ في نفس الوقت. هل هو نموذج اعلى ليك يعني؟ هو انا كنت مسجل معاه برنامج علموا اولادكم القران بيجي الساعه 6. مين المشايخ المحببين ليك بقى في التلاوه؟ اللي انا بسمع لهم في التوسط فضيله الشيخ محمود خليل الحصري وفضيله الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، انما في وفضيله الشيخ برضو محمد صديق المنشاوي، انما في القصر فضيله الشيخ مصطفى اسماعيل وفضيله الشيخ محمود علي البنا، انما من القراء الموجودين فضيله الدكتور عبد الفتاح الطروطي. بتفضل اكتر الترتيل القران ام تجويده؟ الاثنين. انا خلصت الترتيل ودلوقتي باخد دوره عند فضيله الدكتور عبد الفتاح الطروطي في المقامات. مقامات؟ أوه. شايف المقامات شيء كويس تعلمها؟ شيء كويس عشان يعني مثلا لما اجي ابدا القراءه
ابدا بمقام بياتي، لان لو بدات يعني مثلا بصوت عالي ممكن صوتي يعني يوجعني او حاجه ومش عارفه اكمل. فالمقامات يعني هي تريح الصوت، تريح الصوت. ايه الوعد بقى اللي انت كنت وعد بيه السيد الرئيس؟ الوقت ليه؟ الوعد اللي انت وعدت بيه السيد الرئيس؟ هو كان فخامة الرئيس كان كلمني في برنامج احدث في مصر، وفخامة الرئيس كنت مبسوط وفرحان ان هو كان بيقول انا زي جدك، وانا بشكره ان هو كان كلمني في البرنامج، وهو انا كنت مبسوط وفرحان ان هو كان بيقول لي انا زي جدك، وانا مبسوط وفرحان ان هو كان بيقول لي الحفظ جميل ومهم، ولكن الفهم كمان جميل ومهم. حفظ القرآن وفهم وهو كان اول احتفال ان انا اقرا امامه، كان دعاني الاول احتفال ان انا اقرا امامه. انا بشكرك جدا يا احمد، ويا رب تحقق كل احلامك ان انت تبقى دكتور وان انت تبقى قارئ مشهور زي قرائنا في مصر والمشهورين طبعا في العالم العربي والعالم بشكل عام. انا بشكرك جدا، ولو عندك كلمه اخيره حابب تقولها وحابب تختم بالقران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم.